وكالة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة آجال تسويت وضعية أرباب العمل من 31 من مارس الفارط إلى غاية اليوم 2 أفريل، حيث عرفت الوكالة تدفقا كبيرا من طرف أصحاب الشركات. التغطية لليليا داود. بون كاين اللي كان مشغول، لا غالب كل واحد كيفاه كي تعرفي. مي ديلي هذا عاون بزاف عباد، انا واحد ساعدني ديلي هذا، سما في ديلي هذا سرق لي اموري انتيك الحمد لله. جافي ان سيريو بروبليم دوبي 2009 جو مسوي اديري لا كناس، ومن بعد باسكو لا كرياسيون تاع لونتربريز تاعي كان دون لو كات تاع لونسيج، ما خدمتش بور لا سامبل ريزون باسكو كي تروحي باش دير لا كاليفيكاسيون اكزيجيو لك لا كناس كاكوبات الاخر وسي لو ديرني جور لي زادو دافون برولونغاسيون. جيت فريمون لقيت ان لاك مددنا لهم المهله، رجعناها ل 2 افريل معناتها اليوم السبت. كامل العمال تاع الصندوق الضمان الاجتماعي وكالة الجزائر في مصلحه الاشتراكات جاو باش يخدموا ويستقبلوا هاد الشركات او ارباب العمل باش يستافدوا من هاد اليوم ويجوا يخلصوا ما عليهم من مستحقات دون دفع عقوبة التأخير.